بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نناقش مجموعة من الأمثلة المتعلقة بالتايم ديفيجن مالتيبلكسنج. ناقشنا تفاصيل المتعلقة بالبيسكس والمبدأ الأساسي اللي قام على أساس كيفية نقل مجموعة إشارات خلال شانل واحد على أساس مبدأ تقسيم الزمن. خلينا ناخذ مجموعة أمثلة ونطبق الأفكار اللي ناقشناهم بالمقطع السابق. سؤال أول: A signal x1 of t. عندي الإشارة الأولى x1 of t is band limited to 4.2 kHz and three others signals x2, x3 and x4 are band limited to 1.4 kHz. إذا هسه عندي أربع إشارات. الإشارة الأولى x1 of t الباند ليميتد مالتها، الباند ويث مالتها هو عبارة عن 4.2 كيلو هرتز. هذه باند 4.2 كيلو هرتز. الX2 of T 1.4 كيلو هرتز. الX3 of T 1.4 كيلو هرتز. الX4 of T 1.4 كيلو هرتز. أوكي، دول يصل الإشارات الأربعة اللي عندي. طيب المطلوب أنه أفترض أنه هذه الإشارات تم إرسالها باستخدام مبدأ TDM. زين، المطلب الأول هو set up a scheme TDM، أو جد لنا scheme TDM، يعني أرسم المخطط الخاص بالTDM system for realizing this multiplexing requirement with each signal sample as it is Nyquist rate. اوكي، هسه اذا اريد اوجد النايكوست ريت، طبعا نقصد بالمخطط هو المخطط اللي ناقشناه بالمقطع السابق اللي هو هذا. يعني انا عندي x1 x2 x3 x4 اربع اشارات، عندنا هنا انا سويتشنج، بعدها بلس امبليتود موديليتر شانل، بلس امبليتود دي موديليتر دي كوموليتر، يرجع بعدين عندي لوباس 1 لوباس 2 3 4، حصل على اشارات الx1 x2 x3 x4. فهذا المخطط لازم نرسمه، نرسم هذا المخطط لأربع إشارات. هذا المقصود بالسكيم اوف تي دي ام. طيب هسه خلي انتبه على المطلب هذا نايكوست ريت. حتى اوجد نايكوست ريت، مبدأ النايكوست هو ضعف اكبر تردد. هذا يعني انه الاف اس 1 الخاص بالسيجنال الاولى هو 2 ضعف اكبر تردد، اذا راح يكون هو عبارة عن 8.4 كيلو هرتز بالنسبة للإشارة الاولى. الاف اس 2 راح تكون FS2 راح تكون هي 2.8 كيلو هرتز. FS3 راح تكون 2.8 كيلو هرتز. والFS4 راح يكون هو 2.8 كيلو هرتز. أوكي، بس هذه ما يتعلق ب أولا لازم نرسم الـ TDM scheme. رسمنا هذا الأربع إشارات، بعدها انه مقدار قيمه النايكوست ريت حددناه باعتبار هو ضعف اكبر تردد موجود عندي بالاشاره. زين، اللي يهمني هسه المطلب رقم 2 اللي هو كيفيه تحديد مقدار قيمه identify the requirement speed of commutator in sample per seconds. زين، حتى احدد مقدار قيمه سرعه الكوميتيتر، خلي انتبه هسه اولا للترددات اللي موجوده عندي، خلي انتبه للترددات اللي موجوده عندي. عندي الـ FS1 4.8، هذولي إذا أنتبه لهم مجموعهم كلهم راح يكون عندي هو العفو 8.4 كيلو هرتز. أوكي، خلي أفترض هسه هنا أنه أنا عندي هذا هو عبارة عن الكوميتيتر مالتنا. راح أفترض هسه هنا أنه هذه هي السيجنال الأولى، راح يبدي هسه يأخذ عينة من السيجنال الأولى X1 of T. إذا أنت بسألني هنا أنه مقدار قيمة الأف أس 1 هو يساوي 3 أضعاف الأف أس لكل واحدة من هذول، إذا راح يكون بهذا الشكل، هذا قسمه بهذا الترتيب، هذا راح يكون عندي X1، هذه X1 of T، هذه X1 of T. بمعنى أنه أنا أخذ 3 عينات، يعني خلال دوران الكوميتيتر مالتي السويتشين كامل الفريم الكامل مالتي راح يأخذ 3 عينات. زين، مقابل كل عينة من واحدة من السيجنالز، يعني راح يكون هنا عندي اخذ X1، هنا راح يكون عندي الX2 of T، بعدها اخذ الX1 يكون عندي قيمة الX3 of T، اخذ الX1 يكون عندي قيمة الX4
اوف تي بهذا الشكل. زين بعد ما كملت اخذت العينات مالتي راح اكمل انتقل المن للبالس امبليتيود مودوليتر ومن ثم اعطيها المن للشنل. هذا الشنل اوكي. الشنل طبعا مالتي راح يمشي هسه باتجاه المعاكس. ارسلنا هسه كملنا عمليه الكوميتيتر. خلينا نحسب بالنسبه للسيجنال الاولى باعتبار انه انا اذا اريد هسه اجري عمليه الروتيتنج الكلي لان المطلب هنا انا اعرف لي الريكويرمنت سبيد للكوميتيتر ان سامبلز بير سكند. طيب الطالب قد يسال على اساس قسمت هالشكل؟ انا انتبه على اقل اف اس موجود عندي. اذا انتبه على هذا الاف اس هو 2.8 2.8 2.8، فبالتالي انا اولا راح يكون عندي مقدار قيمه الاف اس 2.8. اخذت العينه الاولى انتقلت اف اس 2.8 اخذت العينه الثانيه. زين الاف اس اللي بعده راح ياخذ لي عينه الاولى باعتبار هذه ثلاث اضعاف حتى احصل على مقدار ثلاث عينات من الاولى مقابل عينه من كل سيجنال. اوكي زين هسه اذا اريد احسب مقدار قيمه التوتال سبيد بالسامبل لكل سكند خلينا نسوي الجدول مالتي. راح يكون جدول مالتنا بالشكل التالي انه انا عندي هسه اولا سيجنالز الاشارات اللي موجوده عندي وعندي السامبل بير سكند. العينه الاولى x1 of t يساوي 8400 عينه زين سامبلز بير سكند سامبلز بير سكند. اوكي السيجنال الثاني ال x2 of t هي 2800 سامبل بير سكند. السيجنال الثالثه هي 2800 سامبل بير سكند والاخيره هي 2800 همين نفس الكلام سامبل بير سكند. طيب هسه اذا اريد اجمع احصل على السرعه الكليه للاكوميليتر مالتي باعتبار راح ياخذ العينه الاولى ينتقل للسيجنال الثانيه ينتقل بعدين ياخذ العينه من السيجنال الاولى ويرجع انه ياخذ العينه راح يكون المجموع الكلي هنا أنا اجمعهم هذولي راح يكون هما 16800 سامبل بير سكند. اذا هذه هي السرعه اللي يتحرك بها الاكوميتيتر مالتي حتى انه ياخذ عينات من الكل. اوكي المطلب هسه رقم 3 رايد من عندي هو ايجاد مقدار قيمه المينيمم باندويث المطلوب. المينيمم باندويث المطلوب عندنا هو مجموع هذول لانه نقول انه مقدار قيمه الباندويث الكلي المينيمم باندويث المطلوب عندنا هو يساوي مجموع الباندويث الكلي للسيجنالز اللي موجوده عندي فبالتالي راح اجمعهم يكون عندي مجموع الباندويث هو عبارة عن 4.2 كيلو زائد 1.4 زائد 1.4 زائد 1.4 وحصل على مقدار قيمة الباندويث الكلي. يعني هنا يقول مقدار قيمة المينيمم باندويث الكلي هو راح يكون مساوي إلى مقدار قيمة الباندويث السيجنال الأولى زائد الباندويث السيجنال الثانية زائد الباندويث السيجنال الثالثة زائد الباندويث السيجنال الرابعة ويساوي لي 4.2 زائد 1.4 زائد 1.4 زائد 1.4 والنتيجة راح تكون هي عبارة عن أجمعهم اللي هنا راح يكون عندي هذه 4.2 ب 4.2 النتيجة هي 8.4 كيلو هرتز. هذا اقل باندويث. هذا ما يتعلق بالسؤال الاول. المثال الثاني اللي هنا عندنا المثال الثاني assume that the cumulator output is quantized with R تساوي 1024 هنا عندي مقدار قيمة R تساوي 1024 and the result is binary coded. السؤال what is the output bit rate take reference of example 1. طيب يعني قل يعتمد على نتائج طلعتها بالاكزامبل الاول. ال L عندي هذه هي تساوي لي 2 اس N هذا يعني انه مقدار قيمة ال N راح تكون هي عبارة عن log L الاساس 2 اوكي وتساوي لي log 1024 الاساس 2 النتيجة راح تطلع عندي تساوي هذه N هي 10 bits
لكل سامبل. طيب شنو المطلب هو؟ المطلب what is the output bit rate؟ أنا مطلوب عندي bit rate. زين القاعدة اللي عندنا إنه إيجاد مقدار قيمة البيت ريت، قول output bit rate معادلته هو يساوي لي n في مقدار قيمة ال fs. أوكي n شو تمثل؟ هي البيت بير سامبل، هذه هي تمثل bits بير سامبل مضروب في ال fs اللي هو السامبل لكل سكند. هذه تختصر مع هذه يصير عندي بيت بير بيتس بير سكند. طيب هسه هذه عندي هذا البيتس بير سامبل عندنا 10 في سامبل بير سكند، هو جاي يقول لي اخذ الرفرنس مالت الاكزامبل الاول. الاكزامبل الاول شنو طلع عندي؟ هذا هو يمثل مقدار قيمه السامبل بير سكند، يعني في 16.8 والنتيجه راح يكون هو عبارة عن 1.68. زين طبعا هذه كيلو هرتز، كيلو بيت بير سكند. اوكي هذا السؤال رقم 2. خلنا ناخذ السؤال رقم 3. السؤال رقم 3 two analog signals x1 of t and x2 of t are to be transmitted over a communication channel by means of TDM. The highest frequency of X1 is 3 kHz and that of X2 4.5 kHz. السؤال what is the minimum permissible sampling rate؟ اوكي خلينا نشوف شنو المقصود بال permissible sampling rate. السيجنال الاولى اللي عندي ال X1 of T الباند ويث مالتها 3 kHz. السيجنال الثانيه الباند ويث مالتها هو 4.5 كيلو هرتز. طيب عملية الكمبونزيشن للسيجنالز اثنيناتهم دولي إذا مزجهم الكمبونزي سيجنالز هذا يعني X1 of T زائد X2 of T. زين الباندوث مالتي إذا أريد أوجده هسه نقول الباندوث of the compensated signal هو يكون is the heights راح يكون هو يكون اعلى تردد موجود عندي بالسيجنال. اثنين هو is the heights of the two signals. زين منو على تردد؟ هذا على تردد. على هذا الاساس نقول اذا the heights of x1 and x2 الكمبنسيت هو 4، نقول the heights frequency is 4.5 كيلو هرتز. اوكي على هذا الاساس نقول اذا المينيمم، اذا المينيمم المينيمم sampling rate راح يكون هو ضعف اكبر تردد اللي هو الاف اس راح يكون مساوي الى 2 من دبليو. هذا يعني قيمة الاف اس راح تساوي لي 2 في 4.5 ويساوي 9 كيلو هرتز. زين هذا يمثل مقدار، لا مو كيلو هرتز، 9 كيلو سامبل بير سكند، كيلو سامبل بير سكند. اوكي صار هسه هنا عندي هاي ثلاث خلينا نقول نماذج مختلفة، ثلاث أسئلة بأفكار مختلفة متعلقة بالتي دي ام. المقطع القادم راح نناقش أمثلة أخرى حتى تكون عندنا كل الأفكار المتعلقة بالتي دي ام واضحة أمام الطالب.